في اعتبارات كتير لازم نحطها في حسابنا واحنا بنختار الأجهزة وبنوزعها في المطبخ، فهقول لك دلوقتي ازاي تختاري أجهزتك وتوزعيها في مطبخك. في البداية لازم نعرف ان في اشكال كتير للمطبخ، عندنا جي شيب وعندنا اليو شيب وعندنا الال شيب وعندنا الستريت لاين شيب وعندنا الستريت لاين اللي معاه الايلاند. كل ده بيتحدد بناء على الأجهزة اللي محطوطة او عدد الأجهزة اللي محطوطة في المطبخ وبناء على مساحة المطبخ، ده بيحدد لي اذا كنت هعمل انهي شيب فيه. لازم نقول للشخص اللي هيعمل لنا المطبخ عدد الأجهزة اللي محطوطة في المطبخ، يعني احنا عندنا أجهزة أساسية زي التلاجة والبوتاجاز والحوض، ممكن في ناس تبقى عايزة تحط غسالة أطباق وغسالة هدوم. وفي النهاية حبي مطبخك ايا كانت مساحته نقدر نحقق كل حاجة، كل الأشكال اللي اتكلمنا عليها، بس هو الموضوع محتاج منك شوية تفكير وشوية ترتيب عشان يطلع المطبخ مظبوط.